السلام عليكم اصدقائي ومتابعي قناه سكويلا. اليوم ان شاء الله غادي نديرو التصحيح ديال السلسله ديالنا ديال السلسله الاولى الماتيماتيك اللي درناها اللي كتهضر على لاديسيون اي سوستراكسيون دي نومبر غولاتيف. اذا بالنسبه للبريمير اني كوليج ديال الماتيماتيك لافيشي اللي ديجا بارطاجي سور نوتر باج يوتيوب. دونك اجوردي اون فوا ميتر لي زيكزيرسيس لا كوريكسيون دي زيكزيرسيس. Bien, on va commencer par exercice numéro 1. Donc, إلا كنتي أول مرة كتشاهد القناة ديالي ما تنساش أنك تابونا في لاشين ودير لنا واحد لايك تحفيزي ومرحبا بك عندنا في المجموعة ديال الواتساب المجانية. إذا اكزرسيس 1 كالكولي لي سوم سويفون. ملي كنقول لي سوم يعني المجموع. إذا عندنا A B C D. إذا نكالكوليو المجموع. إذا نعاودو باش نذكروا القواعد. اذا غنديروا هاد التصحيح غنديروه مع الشرح المبسط باش اللي ما فهمش الدرس غادي يفهموا ان شاء الله معنا. اذا ما تحاولوا انكم تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخير ما تزقلوا حتى لقطه. اذا غنبدا باول اكسبريسيون اللي هو ا كيساوي ليا زائد 8.3 8.3 زائد لاننا كنهضروا على الجمع زائد 6.4. اذا لجمع عددين عشريين اول حاجه كندرسوها هي اشاره ديال العددين. اذا العددين كنشوف عندي الاشاره ديالو زائد والعدد الثاني كذلك كنشوف حتى هو عنده الاشاره ديالو زائد. اذا مجموع عددين عندهم نفس الاشاره. اذا ماذا نفعل؟ اذا نديرو تساوي نحتفظ بالاشاره ديالهم اللي هي زائد وكنديرو ياش مجموع العددين. اذا 8.3 زائد 6.4. اذا غنبداو بالفاصله 3 زائد 4 غتعطيني هي 7. كندير الفاصله ديالي 8 زائد 6 غتعطيني هي 14. مزيان. اذا نمشيو لعند اكسبريسيون بي. اذا بي كتساوي ناقص 7.2 زائد ناقص 2.9. إذن دائما اش خاص ندير؟ ديما هادي نقطة خدوها بعين الاعتبار. إذن ديما كنشوف الإشارة ديال العدد. هاد العدد عنده الإشارة ناقص وهاد العدد عنده الإشارة ناقص. إذن هادو عندهم ميم سين. إذن بوغ لا سوم ديال دو نومبغ ديسيمو ميم سين اون فا بوميغمون كاردي لو سين. إذن كنكارديو لو سين لي هو موان. كنغديو لو موان ابري كنديرو لا سوم ديالهم لان عندهم ميم سين. اذا كنديرو الجمع ديالهم 2 زائد 9 كتعطيني 11 1 نحتفظ به 1 كنديرو الفاصله ديالنا 7 زائد 2 هي 9 1 هي 10. اذا كنظن بان تال هنايا راه مفهوم. اذا نمشيو للاكسبريسيون سي. اذا سي كتساوي ليا ناقص 8.8 عفوا ناقص 9.7 زائد حلو القوس ناقص 3.6. اذا نفس العمليه اللي درت العمليات الاخرين غنديروا العمليه. اذا اش كنلاحظ هنا؟ كنلاحظ عندهم نفس الاشاره اللي هي ناقص. اذا نحتفظ بالناقص ديالي وندير مجموع ديال العددين. اذا نحتفظ بالناقص ديالي وندير المجموع ديال 9.3 زائد 3.6. اذا 7 زائد هي 13 3 نحتفظ بواحد 9.10 13 فاصله ديالي 13. كنظن بان راه مفهوم هذا الجمع. اذا نمشي لاخر عمليه بدون شرح. اذا نحاول انني نخرجها مباشره كتساوي ناقص. لا هذه عندها اشارات مختلفه. اذا نحاولوا حتى نشرحوا هذه زائد 7.1. اذا كتساوي هنايا بزاف ديال الدراري كيتلفوا. اذا كنشوف الاشاره ديال العدد. هذا العدد ها الاشاره ديالو وهذا العدد ها الاشاره ديالو. اذا هنايا ناقص مع زائد اشنو كندير؟ كنشوف العدد الكبير. اذا شكون العدد الكبير؟ العدد الكبير عندي هو 8.8 هو اللي كبير على 7.1. اذا الاشاره ديالو شنو هي؟ ناقص. اذا غنحتفظ بالاشاره ديالو
وكندير هنايا كندير الفرق ديال العددين، ما كنديرش الجمع. الا كانوا بحال بحال كنجمعهم، الا كانوا مخالفين كندير لهم الفرق. اذا 8 ناقص 1 هي 7، و 8 ناقص 7 هي 1، بيناتهم الفاصل. اذا نمشيو للتمرين رقم 2. اذا اكزيرسيس نيميرو 2 كالكولي. اذا عندنا دو اكسبريسيون خاصنا نحسبوهم مزيان. اذا ردوا البال مزيان كيفاش غادي نحسبوا هذه الاكسبريسيون. إذن E إيغال، إذن E إيغال، إذن 15.5 زائد، نحلو القوس، ناقص 8.81. زائد 5.8 زائد، حلو القوس، ناقص 10.15 زائد 2.5. إذن هنا غنحاول أنني نحيد الأقواس، نعاود الكتابة ديال الرقم ديالي باش نحيد الأقواس. إذا غنحتفظ ب 15.5، 15.5 نحتفظ بها. هنايا كندرس الإشارة، عندي الأقواس قبل منهم إشارة ديال ناقص، إذا العدد الدخلاني لا يتغير. إذا نديرو ناقص 8.81 زائد 5.8. عاوتاني هنا نفس الشيء، الأقواس عندي قبل منهم واحد الإشارة اللي هي زائد، هاد زائد كاين قبل الأقواس. إذا كاين قبل من الأقواس، إذا العدد الدخلاني لا يتغير، يبقى هو هو. إذا كناخدو بالإشارة ديالو، إذا غادي نكتب ناقص الإشارة ديال العدد الدخلاني 10.15، عاد ندير آخر عدد ديالي اللي هو زائد 2.5. مزيان. إذا تلنا راحنا مزيانين. دابا غادي نبقى ندرسو نديرو لا بريوريتي دو كالكول، يعني حساب من اليسار اليمين. شنو غادي نديرو؟ اذا نحاولو اننا نحسبو هادو هما الاولين وحنا غادي. اذا هنايا غندير الفرق ديال العددين عادي، هذا كبير هذا صغير. اذا ايكال شحال؟ 6.69. مزيان. اذا غنزيدو عليه الاعداد الاخرين، زائد 5.8 زائد ناقص 10.15. تن دائما كنديرو حساب من اليسار لليمين، يعني ما نجمعوش كل جوج بوحدهم، ولكن غادي نجمعو، نبقاو غادي على هاد السيستم. الا مشينا قلبنا الارقام ضربنا كلشي في الزيرو. اذا غادي نجيو عاوتاني غنديرو تساوي، وغادي نحسبو هاد جوج ديال الارقام. اذا هنايا هادي زائد هادي، فوالا ناقص 10.15. إذن أنا حسبت هاد الخارج اللي لقيتو 12.49 هو المجموع ديال هاد جوج أعداد، زائد 2.5. إذن نفس الشيء عاوتاني، غادي نجمع هاد الجوج الأولين، ديما كنبقى غادي بجوج الأولين، 22.64. نو ماشي زائد، ولكن عندي ناقص، ردوا البال. إذن عندي ناقص، ما عنديش زائد، دونك هنا غتعطيني غير 2.34. إذن 12.49 كنحيدو منها 10.15، 2.34 بلس 2.5. فوالا دابا وصلنا للعددين الآخرين. إذن غنديرو تساوي، الخارج ديالنا شحال هو 4. هنايا عندي 50.9، عندي هنايا 50.34 هي 84.84. إذن هذا هو الخارج ديالي. فوالا. إذن نمشيو لإكسبريسيون الثاني، كنظن أن كلشي مفهوم. إذن الإكسبريسيون إف غنحيدو ليه الأقواس مباشرة. إذن إف كتساوي حيدو له الأقواس مباشرة. إذن هنا غنحيدو الأقواس لأن مسبوقة بإشارة زائد، غيبقى ليه العدد الدخلاني لا يتغير اللي هو 200 16.
زائد 4.14 هنا عندي زائد قبل الأقواس. إلى حيت الأقواس العدد الدخلاني لا يتغير، حيت قبل منو زائد، إذن غيولي العدد الدخلاني هو ناقص 21، إذن ما كيتغيرش، حيت عندي واحد القاعدة كتقول لي إذا كان الأقواس قبل منهم إشارة ديال الناقص العدد الدخلاني يتغير، أما إذا كان قبل الأقواس إشارة ديال زائد فالعدد لا يتغير. مزيان، إذن هادشي حنا راه درناه في الشرح، قريناه في المجموعة مع تلاميذ، درنا لايف مباشر باش نشرحوا لهم هاد القضية، درنا العلاقات، راه كاين لايف درناه مسبقا. إذن هنا تساوي عندي غادي قلنا غادي نبقى نجمع عددين بعددين، إذن العدد اللي غنجمع الأولين، إذن غنجمع هاد العددين هما الأولين. إذن هنا باش نجمع العددين عندهم إشارة مختلفة كنحتفظ بالإشارة ديال العدد الكبير، إذن 216 هو الكبير إذا الإشارة ديالو سالبة، وكندير فرق العددين. علاش درت الفرق؟ حيت عندي الإشارات مختلفين، ملي كيكون عندي نفس العدد نفس الإشارتين كندير الجمع، يعني إذا كانوا صحاب كنجمعهم، إذا كانوا عديان كنفرق بيناتهم. هادي عقلوا عليها مزيان. إذن الفرق بيناتهم أنا هي 211.86 ناقص 21.5، كنكتب الأعداد المتبقية كما هي، لا أضيف رقما على رقم ولا أنقص رقما من رقم، يعني كنحطهم تلكيلي، يعني كنحطهم هكاك ناقص 17. فوالا مزيان. اذا كنجي نكمل دابا الحساب ديالي، دائما كنحسب من اليسار لليمين، ما نسبقش انا من اليمين ولا شي حاجه، ديما من اليسار لليمين، يعني ديما غنحسب عاوتاني هذا الرقم هذا مع هذا الرقم. اذا كنلاحظ بان الا بغيت نجمعهم عندي عددين عندهم ياش نفس الاشاره، اذا غنحتفظ بالاشاره ديالهم ونجمع العددين لانهم هذوك صحاب. اذا ايكال 233 موه، لان الاشاره موه، 233.01 ونضيف عليه الأعداد المتبقية اللي هي زائد 19 ناقص 17. مزيان، يعني دائما كنبدا غادي بجوج بجوج حتى نسهل. إذا غنمشي ندير عاوتاني جوج آخرين اللي هما هادو، غنجمع هاد جوج. إذن كنلاحظ بأن العددين عندهم إشارتين مختلفين، هذا عنده ناقص وهذا عنده زائد، إذن اش غندير؟ هما عديان، اش غناخد؟ ناخد اللي عنده اللي هو كبير، إذن اللي كبير هو 233، إذن كناخد الإشارة ديال العدد الكبير، هنا 233 كبيرة على 19، إذن الإشارة ديالها ناقص، إذن اللي عدو القوي هو اللي كناخد الإشارة ديالو، إذن الإشارة ديالو سالبة، إذن ناخد الإشارة ديالو. اذا كنساوي كنحتفظ بالاشاره ديالو اللي هي ناقص، وكندير الفرق بيناتهم، يعني كنفرق بينتهم انهم عديان. غتعطينا شحال؟ 19 غتعطينا 214.01 طوال 214.01. غنمشي لاخر العمليه عندي اللي بقات ليا اللي هي ناقص 214 وناقص 17. اذا هادو كنلاحظ بانهم عندهم نفس الاشاره، اذا هما اصدقاء عندهم نفس الاشاره، اذا غنحتفظ بالاشاره ديالهم وغادي نقوم بالجمع ديالهم. اذا الخارج عندي غنحتفظ بالاشاره قلنا ديالهم اللي هي ناقص، وغادي نجمع ديالهم ويعطيني 231.01. اذا هذا هو الخارج ديال السؤال رقم 2. اذا هذا هو الخارج. نمشيو للاكزرسيس نيميرو 3. اذا اكزرسيس 3 افكتوي لي زوبيراسيون. إلا كنتي أول مرة كتشاهد القناة متنساش أنك دير ليا لايك تحفيزي للقناة، وإلا ما تابونيتيش فبارك على زر أبوني. إذا عندنا لي زيكسبغيسيون 1 2 3 4، هنايا كندربو على الإشارات. إذا هنا غنحاول ندير معاكم قاعدة، إذا غنبداو بالجي، إذا الجي كتساوي، إذا الجي كتساوي لينا نحلو القوس موان ويت موان بلوس 6. إذا كون دوا دابا العلاقات اللي درت مع التلاميذ، اذا ندير القاعده لكم هنا ومن بعد غادي نمسحها. اذا قلنا الا كان عندنا الاقواس عندنا واحد العدد اللي هو ا، وقلنا العدد ال ا كنعطيوه لاي رقم كيف ما كان، الا كان قبل منه واحد لو سين بلس
يعني العدد الأ لا يتغير، يبقى هو أ. صافي، إذا الأ كيف ما كان بالإشارة ديالو كيبقى هو هو. العكس، إذا كان عندنا مثلا أ وعنده إشارة سالبة وقبل منه الأقواس، إذا العدد ديالي يتغير. بحال اش يتغير؟ إذا كان ناقص أ غادي يولي هاد ناقص، غادي تولي زائد، و أ تكتب أ. إذا عندي هنايا ناقص أ ولات عندي زائد أ، يعني تغيرت. علاش؟ حيت عندي إشارة ديال ناقص. إذا هذه القاعدة عقلوا عليها مزيان. دابا غادي نجيو نديرو هاد التطبيق على التمرين ديالنا. إذا عندنا هنايا بين الأقواس قبل منهم إشارة ديال موجب، هاهي بين الأقواس إشارة موجب، يعني أ كتبقى هي أ، هي ناقص 8 غتبقى هي ناقص، هي ناقص 8. مزيان، هنايا عندنا ناقص كنكتبها هي الأولى، وكنشوف هنايا العدد عندي ياش عنده زائد. إذا العدد عنده زائد، يعني بحالو بحال أ قبل منه إشارة ديال ناقص، اش كيوقع ليه؟ كيتبدل كيولي زائد. هنا إذا كان زائد غادي يولي ناقص، هي هاد ناقص هاد، صافي هي ناقص، غتولي ليا ياش 6. صافي مزيان، إذا كتساوي هاد العددين عندهم نفس الإشارة. إذا قلنا بما أنهم نفس الإشارة يعني أصحاب، كنحتفظوا بالصداقة ديالهم، يعني كيحتفظوا بالصداقة ديالهم، وكنجمعوهم كيعطينا 14. إذا كنظن بأننا مفهوم هاد القضية. إذا نمشي للاش، دونك الإكسبرسيون اش إيكال، هنا مباشرة نحيدو الأقواس قبل أن الأقواس، يعني زائد غيبقى العدد هو هو ناقص 13.2، وهنا عندي ناقص، وهنا هاد العدد هذا بين أقواس قبل منه إشارة ناقص، يعني العدد فيه ناقص غيولي زائد، زائد 15.3. إذا الخارج ديالي اش كنلاحظ؟ انهم مالهم؟ انهم عديان، هذا عنده ناقص وهذا عنده زائد، اذا هما عديان. شكون نديرو العديان؟ كنشوفو شكون هو العدو القوي، كناخذو الاشاره ديالو. اذا العدو القوي هو 15، اشاره ديالو موجبه، اذا كنكتبو اشاره ديال العدو القوي وكنديرو تفريقه، يعني كنفرقو ما بيناتهم. شحال تبقى لينا؟ 2.1، 2.1. إذا نمشي لإكسبرسيون اللي من موراه، دونك في الإكسبرسيون اللي موراه عندنا إي ناقص ناقص، إذا عدو العدو إي كتساوي ناقص 28 ناقص 22.7 ناقص 86.73. إذا أنا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ أنا عندهم نفس الإشارة، إذن عندهم نفس الإشارة، إنهم أصدقاء، إذن احتفظوا بالإشارة ديالهم، احتفظوا بالإشارة ديالهم اللي هي ناقص، واش كنديرو؟ كنجمعوهم لأنهم أصدقاء، صافي. إذن هنايا صفر، أتعطينا 0.، عندي هنايا 8.9، وعندي هنايا 9، إذن 99، لا داعي باش نكتب هاد فاصلة صفر. فوالا، هذا الخارج ديالنا هو 99، إذا ناقص 99 هو الخارج الأخير. مزيان، إذا بقات لينا جي، نمسحو باش نقراو جي. إذا جي عندي كما كتلاحظوا أن جي فيها عدد موجب اللي هو 5 بوزيتيف، النمبر بوزيتيف، إي لوطخ نيجاتيف موان 13. إذا في هاد لوكا عندهم دي سين ديفيرون. إذا شنو هما لي سين اللي عندهم؟ دونك عندهم 13 عنده الموان، و 5 عنده والو، الا ما كان عنده والو يعني راه عنده البليس. دونك هما عندهم عديان، اشارتهم مخالفين يعني عديان. كنشوفو ياش العدو الكبير هو 13، الاشاره ديالو الموان، اذا كان غارديو لو موان، ديرو ايغار كان غارديو الاشاره ديال لو موان ديال 13، حيت 13 هو اللي كبير. ومن بعد كنديرو التفريقه، يعني نفرق بيناتهم. اذا 13 ناقص 5 غتعطيني 8. اذا هذا هو لا بون ريبونس. نمشي لاخر تمرين عندي. اذا بلا ما نتسناك، الا مازال ما تابونيتيش دير لايك وفعل الجرس، راه هادشي مهم للقناه ديالنا.
تاني اكزيرسيس 4 كالكولي انت سدي لي زيكسبرسيون هادو غادي نحددو بها هادشي ديال الحساب ما نعاودوش نرجعو ليه. اذا تبعوا معايا غنبداو بالواحد اللي هو ك فوالا. اذا غنبداو ك كتساوي شحال عندي ناقص 3.1 زائد 4.7 ناقص 9. اذا هنا كالكول سون بارونتيز. اذا ما عندناش لي بارونتيز. اذا الحساب كنديروا لوبيراسيون دو غوش فيغ لا دروات. اذا كنبداو دائما من اليسار لليمين ملي ما كيكونوش عندنا الاقواس. صافي مزيان. اذا غادي نبداو بالارقام الاولين. اذا غنبداو بهادو هما الاولين وحنا غادي لان هنا عددين عندهم اشارتان مختلفين. يعني كناخذوا الاشارات العدد الكبير اللي هو 4 11 كنحتفظوا بها وكنديروا تفريقات العديان يعني تفريق بيناتهم. اذا تساوي 1.6 زائد 1.6 ناقص 9 ناقص 0.02 زائد 42.8. اذا كتساوي ديما كنبدا من اليسار لليمين. اذا هاد 1. عندهم اشاره مختلفه. اذا نحتفظ بالاشاره ديال الكبير وندير ناقص 8 هي 7.4 ناقص 0.02 زائد 42.8. عاوتاني نرجع من الاول جوج الاولين عندي ناقص في ناقص. اذا هي ناقص وغادي نجمعهم وتعطيني 7.42 زائد 42.8. اذا وصلت للعمليه الاخيره. اذا عندهم هذا عنده اشاره زائد وهذا عنده اشاره ناقص. اذا كنشوف عدد المختلفين كنشوف الكبير هو 42 اشاره ديالو هي زائد كنحتفظوا باشاره زائد وكنديروا فرق العددين. اذا هي 35.38. اذا نمشيو للاكسبريسيون الثاني. اذا في الاكسبريسيون الثاني نحاولوا نحيدوا الاقواس مباشره. اذا ال كتساوي ناقص 4 نحسبه مباشره. اذا عندي ناقص 4 زائد 5.1 عددين عندهم اشاره مختلفه. اذا 5 هو الكبير الاشاره ديالو هي زائد وغنديروا فرق العددين غيعطيني 1.5. اذا نحسبه مباشره باش ما نضيعوش الوقت. هنا عندنا الاقواس قبل منهم اشاره ديال ناقص. اذا العدد الدخلانيين كاملين غادي يتبدلوا غيولي هنايا زائد 6 والعدد الثاني عنده زائد غيولي ناقص 4.8. كنظن بانها راه باينه. عاوتاني هذا قبل منه اشاره زائد اذا لا يتغير يبقى ناقص 12.15. مزيان. هنا غادي نمشي نحسب من اليسار لليمين. اذا كيساوي ال عندي هاد العددين عندهم نفس الاشاره. اذا هي زائد وغادي نجمع العددين اللي تعطيني 7.5 ناقص 4.8 ناقص 12.5. اذا الارقام الاخرين كنوضعهم ما كنقيسهمش دائما كنمشي حتى ليسر ونحسب. اذا نحسب هاد العددين كنلاحظ العددين بجوج عندهم اشارات مختلفتين. اذا هذا عنده ناقص وهذا عنده زائد. اذا كنشوف شكون اللي كبير. اللي كبير هو 7. اذا غنحتفظ بالاشاره ديالو اللي هي زائد. وإذا الفرق بيناتهم هو 2.7. هنا راه عندي قلنا زائد ها هي زائد. عاوتاني نديرو ناقص 12.15. وصلت العددين عندهم إشارتين مختلفتين. أنا نبينهم لكم حيت كاين اللي ما كيعرفينهم الإشارات. إذا الإشارة ديال هاد العدد هي هادي وهاد العدد هي هادي. إذا عندي زائد وناقص الكبير فيهم هو 12. إذا كنحتفظ بالإشارة ديال 12. إذا غندير هي ناقص إشارة ديال 12 وندير الفرق بيناتهم. إذا تساوي وغادي نديرو الفرق ما بيناتهم.
إذا العدد ديالي هو 9.45. هذا هو العدد الأخير ناقص 9.45، ماشي الأخير عملية. إذن في العملية الأخيرة غنحاول أنني نحسب بريوريتي دو كالكول اللي بين المعقوفتين أونتخ غيومي. إذن الأخرين نحسبوهم، ماشي مشكل نحسبو هادو الأولين. إذن أونتخ غيومي نحسبو هادو. إذن نديرو بأن إم كتساوي لينا ناقص 20.2 زائد 8.1، حيت ما عندناش الضرب. كون كان عندنا الضرب ما غاديش نسبقو هادو، ولكن من ما عندناش الضرب نسبقو هادو. إذن هنا 20 ناقص 20.9 زائد 8.71. إذن الإشارتان مختلفتان، نحتفظو بالإشارة العدد القوي اللي هو 20، عنده إشارة ناقص، وغادي ندير فرق العددين. إذن غتعطيني غنديرو شنو قلنا الفرق ديال العددين. إذن غتعطيني هي 12.19، إذا المجموع ديال جوج الأعداد الأولين. مزيان. إذا نمشي دابا غنشوفو داك اللي ما بين المعقوفتين، غنديرو ناقص، نحلو المعقوفة ديالنا ونحسبو اللي ما بين المعقوفتين. إذا هنايا عندنا قوس وسط قوس، إذا نحلو القوس الأول ونديرو هو 2.41، وندرسو الإشارة ديال العدد الثاني. هنا عندي زائد جات بين الأقواس، إذا العدد الأخلاني لا تغير غيولي هو ناقص 7. نسدو القوس ونسدو المعقوفة وعاد نديرو ناقص 5. مزيان. إذا دابا غنديرو تنايا تساوي، نكتبو العدد ديالنا ناقص 12.19، وهنايا غادي نحسبو العدد اللي وسط المعقوفتين وغنحيدو للأقواس. إذا 2.41 ناقص 7. إذا العدد عددين مختلفين الإشارة، إذا الإشارة العدد اللي قوي هو 7، الإشارة ديالو هي 7، وغادي نديرو ناقص وغنديرو فرق العددين. إذا نطرحو 7، نطرحو 2.41 من 7. إذا تعطينا هي 4.59. نسدو المعقوفة ديالنا، عاد نديرو العدد ناقص 5. دابا هنا غادي ندرسو الإشارة ديال هاد العدد هذا قبل نحيدو ليه المعقوفتين. إذا كيساوي ليا، دائما كنحتفظ بالعدد ديالي هو ناقص 12.19. هنايا عندي ناقص مسبوقة باش بالمعقوفتين. إذا ملي غطي المعقوفتين العدد كامل غادي يتغير، هو عنده ناقص غتولي عنده زائد. إذن غتولي عنده زائد، وغادي نكتبو العدد ديالنا اللي هو 4.59، عاد نكتبو ناقص 5. فوالا. إذن هنا غنحسبو من اليسار لليمين. إذن كتساوي عندي هنا ناقص وهنا زائد، العدد 12 كبير على 4، إذن نحتفظ بالإشارة اللي هي ناقص وندير الفرق ديال العددين. إذن 12.19 ناقص 4.59 تعطينا هي 7.6. غادي نطرحو منها العدد اللي هو 5. إذن وصلت لآخر عملية ديالي. إيكال كنلاحظ بأن العددين عندهم نفس الإشارة، إذن عندهم نفس الإشارة اللي هي ناقص. قلنا إذا كان عندهم نفس الإشارة يعني كنقولو بأنهم أصدقاء، إذن كنحتفظو بالإشارة ديالهم اللي هي ناقص. واش كنديرو؟ وكنجمعوهم، يعني كنرافقوهم بجوج كيترافقو، هي 12.6. إذن إلى هنا أعزائي، كنتمنى أنكم فهمتوا السلسلة مزيان، واللي عنده شي مشكل يتصل بنا على الواتساب. إذن كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، ما تنساوش ديروا لنا واحد لايك تحفيزي وفعلوا الجرس باش يوصلكم أحدث الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.